حاجي المباراه المهمه كمان على المستوى المحلي كابتن، وقبل ما اعرف رايك في مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي جايه، عايزك كمان تحكي لي عامه مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي من تاريخ طويل، ايه اللي ليه مخليها بهذه الجماهيريه وهذه الشعبيه مر العصور؟ يعني بنتكلم في الستينات والسبعينات يعني لغايه الالفيه، دايما مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي ليها طابع خاص. هو قبل ما نبدا نتكلم على مباراه الاهلي والاسماعيلي، عايزين نرجع بالزمن كده شويه هاني. يعني في مواقف بتحصل للبطل، خصوصا لما بعد قمه، يعني طول عمر البطل والنادي الاهلي بالذات بيمر بيه الظروف دي حاليا، لما بتوصل على القمه اذا كان في دوري او في كاس او في افريقيا، اوريدي بيبقى الكيرف بينزل بيك. فاحنا النهارده بنعيش الاجواء دي مع 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 التيم ده او مع الجيل ده. أي. فلما الكيرف ينزل شويه هاني، يبقى انت طبعا استاذنا ومدرب كبير في علم التدريب، بيقول لك تشتغل اضعف، يعني تشتغل عشان ترجع تاني، تشتغل مجهود مضاعف. بالظبط، مجهود مضاعف. وفي حاله تانية كمان لو انت في اخفاق او انت يعني بعيد عن القمه والدنيا واقعه بيك، برضك تبقى انت محتاج شغل عشان تقدر ترتقي وتوصل للمكانه الطبيعيه اللي انت فيها. صحيح. عايز اقول لك بالظروف اللي حصلت لاولادنا في الفتره ديت، انا هرجع بالزمن كده شويه لسنه 80، مجموعتنا احنا جيل السبعينات، كنا اخفقنا من نادي الزمالك في هزيمه في الدور الاولاني 2-0، واخد بالك، والدنيا بقى يعني قفلت والناس افتكرت ان خلاص النادي الاهلي يعني ودع الدوري. عايز اقول لك ان احنا رجعنا يعني بعد المباراه، رجعنا كابتن حسن حمدي كان مدير كوره، واخد بالك، وجمعنا في اوضه اللبس وقال لنا احنا خسرنا وبعدنا عن نادي الزمالك ب 8 بونت وقتها، انتوا عايزين ايه او بتفكروا في ايه؟ فاحنا كلنا قلنا عايزين الدوري. طبيعي. الدوري يا كابتن. قال طب الدوري ده نحط لائحه كده ليه عشان نجيبه في الظروف الصعبه دي، نجيبه ازاي؟ فكانت اللائحه اللي وضعها كابتن حسن حمدي بداية اليوم الكامل، كانت أول مرة بقى نعرف حاجة اسمها اليوم الكامل، اللي هو الساعة 7 الصبح لحد 7 بالليل يعني. اللي هيجي 7:05 يبقى راجل مش معانا، يعني راجل هيبقى يعني سوري مش هنقدر نعتمد عليه. يبقى كمان المواعيد الالتزام، يعني الالتزام. تحت بند الالتزام. تمام. النقطة الثانية، المباراة اللي جاية كؤوس، مش هينفع التعادل وانك انت تتعطل تاني تخسر تاني المركز التاني. بالظبط. البند الثالث انك انت تروح البيت تحافظ على نفسك بشكل كبير جدا، وده المكان الوحيد اللي تقدر يعني يأمنك، وتنام بدري عشان تقدر تجي لنا يعني ثاني يوم بالسلامه يعني. النمره 4، خلاص بقى احنا متعودين، كل الناس بتخش ايدينها في ايدين بعض، لجنه الكوره او الجهاز الفني مع اللاعبين، خلاص روح النادي الاهلي وروح الفنيه الحمراء، تظهر بقى، تظهر. سبحان الله، تاني يوم كابتن هاني كل الناس جت في المواعيد، محدش اتاخر بالظبط، وبدانا اليوم الكامل ده. يعني انت عارف، عايز تجري عجله الزمن، انت عايز المباراه اللي هي اللي بعد الهزيمه دي يجي لك تاني يوم. صحيح. عشان تقدر تتعوض. وسبحان الله يعني كسبنا كل المباريات ما عدا اخر مباراه المحله، واخد بالك، اتعادلنا فيها 0-0، وخدنا بطوله الدوري العام بفارق 10 نقاط على النادي الزمالك. ما شاء الله. الموقف ده بقى مر عليا وانا مدرب مع النادي الاهلي 95. انا كنت مدرب عام للنادي الاهلي الفريق الاول 95 2000. معانا مستر هولمان، كان المدرب الالماني، كان اول سنه بالنسبه له معانا، واحنا في بدايه الدور الاولاني تعادلنا مع المقاول العرب في المقاول العرب. فبقى فارق بينه وبين نادي الزمالك 13 بونت. الخبرات بقى هنا هاني بقى، فكان معايا كابتن بطل الله يرحمه واكرام، احنا عشنا الاجواء دي، فروحنا رايحين زي ما عمل، راجعين بالزمن بالظبط، رجعنا بالزمن تاني، رحنا اجتمعنا بلعيبه، وكابتن ثابت يوميها قال نفس الكلام، يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ لعيبه قالت حسام وابراهيم بقى وفيليكس وشوبير ونجوم وهادي ووليد، قالوا عايزين الدوري، فثابت قال لهم الدوري يجي نمره 1 بكره اليوم الكامل. نفس كلمة الماتش حسن. بالظبط. نفس كلام الكابتن حسن حمدي. تواصل الأجيال، مدير كورة لمدير كورة، لعيبة للعيبة. فالنهاردة عايز أقول للاعيبتنا، إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في لعيبة النادي الأهلي الموجودين حاليا، وأنتوا أفضل لعيبة موجودين في القارة السمراء، و
مباراه طلائع الجيش ومباراه فيتا كلاب هم ادوا اللي عليهم بصراحه يعني، وكانت مباراتين على اعلى مستوى بالنسبه لتيم النادي الاهلي. لكن التوفيق وعدم التوفيق هاني طبعا انت عارف ما كناش موفقين في حته الاهداف اللي ضاعت كتيره.